هل تعلم أن حضن الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على جسمهم؟ هذه كانت بعض نتائج فريق البحث بجامعة بريتش كولومبيا بكندا بحسب ما نشره الموقع العلمي ساينس أليرت. ما هي تفاصيل هذه الدراسة وما هي أبرز نتائجها؟ تفاصيل دراسة الأحضان المؤثرة في جسم الأطفال. وبحسب الموقع ساينس أليرت، فقد طلب في الدراسة من والدي 94 طفلا تسجيل لمسهم لأطفالهم وأحضانهم لهم من سن 5 أسابيع بعد الولادة، بالإضافة إلى تسجيل تصرفات الرضع كالنوم والبكاء وغيرها. بعد مرور 4 سنوات تم أخذ عينات من الحمض النووي للأطفال بهدف تحليل تغير بيوكيميائي والمسمى بمثيلة الحمض النووي، وهي آلية جينية تلحق فيها جزيئات صغيرة من الهيدروجين والكربون بأجزاء من الكروموسوم، وهي غالبا ما تقوم بتغيير عمل الجينات بالإضافة إلى تأثيرها على تعبير الجينات. وبحسب الباحثين، فقد تم إيجاد اختلاف في الحمض النووي لدى الأطفال ذوي المعدلات المرتفعة للتواصل الجسدي والأطفال ذوي معدلات منخفضة بخمسة مواقع محددة بالحمض النووي، اثنان منها كانا ضمن الجينات، الأول يتعلق بالجهاز المناعي والثاني للنظام الأيضي. كما أن مثيلة الحمض النووي تعمل أيضا كعلامة محددة للتطور البيولوجي الطبيعي والعمليات المرافقة له، وهي قابلة للتأثر بالعوامل البيئية والخارجية كذلك، بالإضافة إلى تأثر العمر الجيني المحدد للشيخوخة البيولوجية للدم والأنسجة. إلا أن هذه العلامة الأخيرة كانت أقل من المتوقع لدى الأطفال ذوي التواصل الجسدي المنخفض مع عائلاتهم، أو عانوا حزنا إضافيا في سنواتهم الأولى مقارنة بعمرهم الحقيقي. حيث قال مايكل كوبر عضو الفريق البحثي: في الأطفال نعتقد أن تباطؤ الشيخوخة الجينية يمكن أن يعني تقدما أقل في النمو. كما أكد الموقع أن العلماء قد ربطوا بين الفجوات في العمر الجيني والعمر الزمني وبين المشاكل الصحية في الماضي، وبالرغم من اعتراف العلماء أنه من السابق لأوان استخلاص هذا النوع من الاستنتاجات، إلا أن الدراسة تشير إلى أن التواصل الوثيق والعناق يؤثر على الجسم بشكل ما على المستوى الجيني. وبحسب الموقع ساينس أليرت، تقول سارة مور المشاركة في الدراسة: نخطط لمتابعة ما إذا كان عدم النضج البيولوجي الذي رأيناه في هؤلاء الأطفال يحمل في طياته آثارا واسعة على صحتهم، لا سيما نموهم النفسي. إذا أكدت أبحاث أخرى هذه النتيجة الأولية، فإنها ستوثق أهمية توفير التواصل الجسدي خاصة بالنسبة للأطفال الرضع الذين يعانون من الحزن. تجربة الأحضان المؤثرة في جسم الأطفال. وبحسب الموقع ساينس أليرت، فإن فريق البحث بجامعة بريتش كولومبيا بكندا يؤكد على أنه ما زال مبكرا تفسير نتائج هذا البحث، لأنه ليس واضحا بالضبط ما يسبب هذه التغيرات، إلا أن العلماء قد يحصلون على بعض التفسيرات لتأثير اللمس على المستوى الجيني والتغيرات البيوكيميائية المؤثرة على التعبير الجيني في جسم الأطفال. وبالرغم من عدم استخلاص النتائج النهائية من التجربة، لا يمكن لعاقل أن ينكر دور وتأثير أحضان الأم على الأقل في طفلها أو رضيعها. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا، ولا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركتنا أفكارك في قسم التعليقات، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك.